بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لدينا عمل جديد وهو نقل شتلات الجوري، كما تشاهدون أمامكم الآن شتلات الجوري البلدي. هذه شتلات قمنا بتعطيلها في العام الماضي، الآن طولها تقريبا يصل إلى 70، بعضها يصل إلى متر وزيادة. سوف نقوم بتقليمها تقليم جائر بعد عملية النقل، وبعد مضي تقريبا ما بين 5 أيام إلى أسبوع حتى تستقر النبتة بعد النقل، ثم نقوم بتقليمها تقليم جائر. لدي هذين الحوضين كما تشاهدون أمامكم الآن، سوف أقوم بنقل الشتلات إليها. سوف أضع في كل حوض شتلتين أو 3 ممكن حسب ما يأتي معنا الآن. بالنسبة للتربة، خليط ما بين البتمس والبرلايت مع الرمل مع ربع الكمية سماد بلدي. مكوناتها بالضبط 3 بتمس، 3 حجم بتمس، حجم رمل، حجم برلايت، وحجم سماد عضوي حيواني. في البداية ملاحظة مهمة ينبغي الانتباه إليها عند نقل الشتلات، وهو أن تكون الأحواض المنقول إليها كما تشاهدون في الأسفل معمول لها فتحات جيدة للتصريف. أيضا نقوم بتعقيم الأحواض بشكل جيد لأي مبيد فطري، منعا لأي إصابات قد تحدث مستقبلا. أيضا سوف أستخدم الحجر البركاني، سوف أضعه في أسفل الحوض حتى يمنع تصريف التربة. نضع طبقة بسيطة بسمك تقريبا 1 سنتي. بعد ذلك سوف نقوم بنقل التربة إلى الحوض، تابعوا معنا الآن. نقوم بالضبط جيدا. بعد ذلك نضع الشتلات حتى نأخذ المقاس المناسب بحيث لا يكون ارتفاع التربة الجديدة أعلى من التربة القديمة في حوض الشتلة السابق. نقوم بإحفاظها بشكل مناسب عند هذا المستوى، يعتبر جيد. هذه الشتلة الأخرى نضعها بنفس المستوى. بعد ذلك نضع التربة حول الشتلة ونضغطها جيدا قبل نزع الأصيص. الآن بعد وضع التربة ضغطها بشكل جيد، نقوم بنزع الشتلة بنفس الأصيص كما تشاهدون، بحيث يصبح شكل قالب كما تلاحظون. بعد ذلك نقلب الشتلة نقلب الشتلة بهذه الطريقة مع الضغط جيدا.
شاهدون هذه جذور النبتة، يلاحظ عليها بعض التلف، لكن بإذن الله تستعيد نشاطها بعد وضعها في المكان المناسب. نضغط بشكل جيد حوالين التربة ونقوم بنزع الشكلة الأخرى. على أي طرف حاد ممكن نقوم بضرب الأصيص، تشاهدون أمامكم الآن، نضعها في نفس القالب ونضغط على التربة من الجوانب، وبهذا نكون انتهينا من عملية نقل الشتلات إلى أصيص أكبر. يتبقى الآن فقط عملية الري. سوف أقوم بتجهيز الحوض الآخر بنفس الطريقة، أعود لكم في نهاية الفيديو. الآن بعد إتمامنا عملية نقل شتلات نقوم بالري، ويكون الري غمر حتى خروج الماء من أسفل الأصيص ضروري جدا حتى يتم تشبع التربة بشكل كامل. بعد ذلك نترك الشتلات في منطقة بعيدة عن الشمس المباشرة تقريبا أسبوع، بعد ذلك يصبح الوضع طبيعي عرضها للشمس. سوف نقوم بعد ذلك بعملية تقليم جاير كما ذكرت، تقريبا بحدود أكثر من 50% من طول الشتلات. نعمل إن شاء الله أن يكون ما ذكر فيه الفائدة للجميع. في الختام لا تنسوا دعم القناة في الاشتراك وعمل لايك ومشاركة الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بعد 4 أيام من نقل شتلات الجوري كما ذكرنا لكم، سوف نقوم بتقليم جائر حتى نعطي قوة للنبات. شاهدون أغصان تعتبر خفيفة، فضروري جدا يتم قص جائر. نراعي عند القص أن تكون فوق نقاط النموات الفرعية أو العيون كما تشاهدون، وتكون العين للخارج وليست للداخل. كذلك نراعي أن يكون القص بشكل مائل. كذلك الأعين الضعيفة أو الأفرع الضعيفة يتم قصها والتخلص منها. أيضا أي نموات فرعية أو أوراق تكون في أسفل الشجرة أو الشتلة يتم إزالتها بشكل فوري وعدم تركها حتى لا تتسبب في نقل الجراثيم والأمراض الفطرية، أو تعتبر منطقة أو سلم صاعد لبعض الحشرات للشجرة، فيتم تنظيف أسفل الشتلة بشكل كامل من جميع الأوراق أو الأفرع السفلية. أيضا أي فرع يعتبر ضعيف يتم قصه. شاهد أي نموات فرعية لا نترك على الغصن الرئيسي أكثر من 3 أفرع حتى تقوى الشتلة
هنا تركنا فرعين وهنا فرعين، شاهد هذا متجه إلى الدخول على هذا، فنقص من أعلى العين كما تشاهدون حتى تخرج العين من هنا عند هذه الورقة اتجاه خارج، هنا كذلك وضعنا أو تركنا ثلاث أفرع. تشاهدون ثلاث أفرع والنموات للخارج كما ذكرنا. نأتي للشتلة الأخرى، شاهد هنا فرع ملتصق قد خرج من الأسفل، يتم إزالته أيضا. الشتلة الأخرى هنا نشاهد هنا نموات جديدة، يتم القص من أعلاها بحيث أنها تكون متجهة للخارج كما تلاحظون في هذه المنطقة. هذا نكون انتهينا على ثلاث أفرع كما تشاهدون أو سيقان كما تلاحظون، جميعها تكون متجهة بعيدة عن بعض. وهنا نأتي للشتلة الأخرى، نقوم بالتخلص من الأغصان الطويلة الضعيفة كما تلاحظون، ونراعي أن تكون القص فوق العين المتجهة للأعلى هنا أيضا وهنا كذلك. هذا الشكل النهائي كما تلاحظون أمامكم الآن، وهذه الشكل الأخيرة على ثلاث أغصان كما تلاحظون. هذا تشاهدون طويل الآن تقريبا يزيد عن المتر العشرين، يتم التخلص منه كما ذكرت بارتفاع تقريبا من سطح التربة 40 إلى 50 سنتي، الباقي يتم التخلص منه هنا أيضا وكذلك في هذه المنطقة. فجميع النموات الفرعية التي تشاهدونها الآن سوف تنتج مستقبلا إن شاء الله بقوة أفرع أفضل عن طريق هذه الأعين كما تلاحظون. وبهذا نكون انتهينا من عملية تقليم شتلات الجوري تقليم جائر كما تلاحظون، هذه الصورة النهائية. التسميد خلال هذه الفترة تسميد متعادل حتى تخرج أفرع جديدة، وعند ملاحظة التزهير نزيد سماد عالي الفسفور. في الختام لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وعمل لايك ومشاركة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. شاهد الجوري بعد عملية القص تقريبا اليوم بعد أسبوعين، تشاهدون النموات الجديدة على شتلات الجوري هنا أيضا، أيضا على النبات الآخر تشاهدون النموات الجديدة كذلك هنا. هذا بعد تقريبا 14 يوم من عملية
القص الجائر للنبات بعد نقلها للأحواض الجديدة. لا تشاهدون ما شاء الله تبارك الرحمن مواد حضرية جيدة. هذا البياض الذي تشاهدونه مبيد فطري وهو مبيد محلول بوردو، سوف أعمل له فيديو إن شاء الله قريب طريقة عمله. هنا أيضا تشاهدون المواد الجديدة على النبات بعد 14 يوم من عملية النقل للأحواض الجديدة. الري بعد جفاف التربة، ليلة البارحة حدث لنا لله الحمد نزول أمطار، إذا تشاهدون التربة رطبة بشكل كبير. الري لابد يكون بعد جفاف التربة بعمق تقريبا 3 إلى 4 سنتي ثم نقوم بالري، لأن زيادة الماء تسبب أمراض فطرية للجذور ومن ثم تلف النبات. لذلك نحرص جيدا خلال الفترة هذه فترة الشتاء على الري بشكل منتظم وفترات متباعدة، وبعد التأكد من جفاف التربة بشكل جيد. وإن شاء الله نحدث لكم في فيديوهات قادمة النبات والتطور الحاصل خلال الفترة القادمة. ختام، لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وعمل لايك ومشاركة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.